خبر حلو، خبر كتير حلو. خبرنا الحلو لليوم بيقول: دراسة حديثة بتكشف للنشاط البدني المستدام فائدة جديدة. التمرينات الرياضية بانتظام مدى الحياة بتحافظ على عدد الخلايا الجذعية في العضلات بمرحلة الشيخوخة، بحسب ما نشر موقع نيو أطلس نقلاً عن دورية تعلم وظائف الأعضاء. كشفت نتائج دراسة جديدة أن النشاط البدني المستدام يمكن أن يساعد في الحماية من التدهور العضلي المرتبط بالتقدم في العمر، بحيث بتبين أن التمارين المنتظمة بتزيد من عدد الخلايا الجذعية الرئيسية اللي بتحافظ على العضلات شابة وصحية. خبر حلو، خبر كتير حلو. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم. أحلى إذاعة يا مزاج.